السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك يا بنات، والله يسعدكم يا رب، والله يرزقكم السعادة والهنا وكل الصحة والعافية. اشتقت لكم كثيرا، معكم ياسمين من قناة تاروت ياسمين أم مسك لقراءة التارو. أهلا وسهلا بالجميع، سررت بانضمام الناس الجدد في القناة، شكرا لكم، الله يسعدكم. خلينا اليوم نشوف أمنيات تتحقق. ما هي الأمنية التي يعني في طاقتك، انت ودك انك تحققها؟ ايش الحاجة اللي انت فعلا ودك انك توصل لها؟ ما هو الشيء المراد انك تحققه في الايام الجاية؟ هل الامنية هذه ستتحقق او لا؟ طبعا راح تكون طاقتك مفتوحة، طاقة صالحة لكل زمان ومكان، هي طاقة مفتوحة. طبعا انا اوصيكم انكم تستقبلون الطاقة وتستقبلون البشائر والخير والسعادة، اوكي؟ تاخذوا من القراءة ما أنتم تحبون تاخذونه، ولو إنها قراءة عامة لكنها بإذن الواحد الأحد تكون واصلة لطاقاتكم، أوكي؟ خلينا نعرف من خلال قراءة الفنجان ما هي أمنيتك في الحياة وهل ستتحقق ومتى تتحقق بإذن الواحد الأحد. كل القراءات هي مجرد فقط قراءتين بالفنجان، القراءة رقم 1 والقراءة رقم 2، ستجدون الحروف صندوق الوصف أو بأول التعليق. نشكركم على المتابعة يا بنات، وخلينا ناخذ القراءة رقم 1 بإذن الواحد الأحد. طبعا للي أول مرة يشاهد هذا الفيديو، لا تنسى أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا ناخذ القراءة رقم 1 وخلينا نشوف. طيب شوفوا حبايبي، أمنيتك يا صاحب المجموعة رقم 1 التشافي والسعادة والحياة والاستقرار النفسي. صاحبة هذه القراءة عندك كل شيء، يعني عندك المال والجمال وعندك النجاح وعندك السعادة المادية، لكن سعادتك العاطفية وانك يعني شكر القلب مغلقة، اوكي؟ يعني تحبي انه تستقري وتفتحين بيت وتسندين يعني راسك على كتف احد او حضن حنون، بس ما لقيتي شخص يستحقك. كل أمنيتك في الحياة هو الاستقرار وحلم الارتباط بشريك حياة مناسب. صاحبة هذه القراءة مع الأسف كل شيء عندك وكل شيء متوفر، ولكن مشكلتك الكبرى إنه نفسانيا أنت مش مرتاحة، لا مرتاحة في مكان عملك رغم النجاح، ولا مرتاحة في مكان استقرارك ونومك رغم العائلة الجيدة. أنت غير مستقرة، يعني ما وجدتي الشخص اللي تدورين عليه، ما وجدتي مواصفات مناسبة لك. يعني أمنيتك في الحياة إنه أنا ما أودي أخذ واحد مثلا غني جدا، أنا أمسك يعني مواصفات شريكي مقبولة ويعني منطقية، لكن المشكلة إني ما لقيت أحد مناسب لي. تحبي إنك تتزوجي عن حب، صاحبة هذه القراءة تبحث عن الزواج عن حب وتريد الارتباط عن حب، لكن المشكلة انه ما لقت شريك حياة مناسب. يعني يدخلون لحياتك صحيح، لكن مشكلتهم انهم يا اما ما يكملون معاكي، ولا انت ما تكملين معاهم، بتحسي انه في شيء كده زي السد كده في الوسط، يعني زي حاجة بلوك في الوسط، مش قادرة تكملين مشوارك مع اي شخص يدخل حياتك. يعني هنا تقولين لي انا ما لقيت أحد مناسب. يمكن صاحبة هذه القراءة كذلك تمنع دخول أشخاص في حياتها بسبب علاقة موجودة عندها في حياتها. يعني هي عندك شخص أنت في حياتك قاعدة تنتظريه، فأنت مو براضي أنك تتزوجي بشخص آخر، ودك أنه فقط هذا الشخص. يعني يا أم مسك أنا أبغى هذا الشخص أو ما أبغاش أصلا، أوكي؟ عندك بعض، يمكن حتى بعض القرارات من عندك، يعني أنت من نفسك ما تريدي أحد يدخل في حياتك لأنك فعلا تحبي الشخص اللي أنت معاه. وطبعا هي قراءة عامة تتطابق معكم وتقدروا تاخذون منها ما يجب أنكم تاخذونه، أوكي؟ يعني للبعض منكم أنتم مانعين دخول علاقات في حياتكم وترفضون عرسان بسبب شخص حبيبكم قاعدين تنتظرونه، ظروفه صعبة. يعني أنا قاعدة أشوف شوي العلاقة يمكن معاه يا أما معقدة يا أما قاعدة تمر بظروف صعبة. أو للبعض منكم بكل صراحة ما لقى في طريقة إنسان محترم يخاف الله يحبه. أمسك أنا أبغى شيء بسيط وقليل،
أنا ما طلبت شيء كبير، أنا طلبت إنسان محترم يحبني، يقدرني، يحترمني، يحترم ذاتي وكياني وأنوثتي وكل حاجة عندي. يعني أنا أهم شيء عندي الاهتمام. الظاهر أنه صاحبة القراءة كذلك، يعني يمكن عندكم عشتي طفولة شوي صعبة، أو يمكن عشتي حرمان، يمكن فقدتي أبوك، يمكن فقدتي والدتك، يمكن فقدتي، أو أنهم موجودين لكن كانوا قسات معك أو قاسين في تعاملهم معك، فأنت هنا تبحثين عن الحضن الحنون من الأخير. أوكي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب شوفي حبيبتي، أنت عندك تقريبا 3 أوقات، يا أما 3 سنوات أو من 3 شهور أو من 3 أسابيع، وأنت تعبانة نفسيا ودك أنه خلاص، يعني أنا بديت أكبر، أو أنك ثلاثينية أوريدي، أنا بديت أكبر، أنا أحس نفسي أني بديت أنضج، أنا بديت أكبر في العمر، أنا أحس يعني حظوظي في الزواج قلت. شوفي كل شيء بإذن الله، إذا تم بإذن الله فيتنفذ. أوكي، حتى لو تأخر نصيبك، أنت أوريدي أمنيتك الشفاء، وللبعض منكم يمكن أوريدي في مراحل استشفائية، أو مسوين فتح قسمة نصيب، أو تسيير أموركم، أو فك التعطيلات اللي عندكم، لأنه للبعض منكم عانى كثيرا من الأمور وخيبات الأمل. وحتى لو مو أنت رافضة شركاء حياتك، على أساس أنه هذا بيجي ويخطبك وهذا بيجي ويتقدم لك، حتى لو مو أنت رفضتيهم، لكن دايما تحسي في بلوك بالموضوع، لا هو قادر يتقدم ولا أنت قادرة تتقدمي. وحتى إذا أنت في بلوك، فيمكن حتى في بلوك على شريك حياتك، يعني يمكن الشخص اللي أنت معاه يحبك لكن في عوائق بينكم تمنعكم من الارتباط، زي مثلا حبيبتي أهله مبراضين، أهلك مبراضين، أو يمكن تكون العلاقة معقدة وفيها الكثير من التعطيلات اللي لازم إنها تروح. أوكي، إذا شوفي، إذا وقفت على أهله بنضبطهم، إذا وقفت على أمور تعطيلات بتتضبط. أنت إيش مشكلتك تتواصلين معانا وإن شاء الله الحلول موجودة، لكن أنا شايفة إنه العلاقة فيها تعطيلات. تمام، لا إله إلا الله، بتوصلون إن شاء الله. إذا ودك إنه هذا الشخص اللي في مخك اللي أنت تحبين إنك توصلين له وتتزوجينه، أقول لك بتوصلين له ولو بعد حين. ولكن إذا أنت تبحثين عن شريك حياة مغاير للشخص اللي عرفتيه في السابق، فأقول لك راح تلاقينه، ولكن تصبرين شوي لين ما تتمم أمورك وتتشافين بطريقة نهائية، لأنك أنت أوريدي داخلة في مراحل استشفاء، أو إنك يعني ما أعرف والله، يعني قاعدة عندك النية، عرفتي عندك النية في الشفاء. ويمكن الكثير منكم حتى يجوا تواصلون معانا، مش عارفة، أقول لك لا تترددي، استخيري الله وتوكلي على الله، وبإذن الواحد الأحد الحلول موجودة. طيب عندك، أحس في عندك شوي دموع، يعني تبكين على حظك، تقول أنا ما عندي حظ، أنا هذه يعني أنا مسك مو من الحسد، بس هذه متزوجة وهذه بعيالها وهذه مرتبطة وهذه مستقرة، وأنا ويني في الموضوع؟ صاحبة هذه القراءة معطاءة جدا، فكرت في كل الناس ولم تفكر في نفسها، مع الأسف فكرتي في الكثير من الناس لكن نفسك ما فكرتي فيها. كريمة جدا، يعني اللي في يدك مولك، يعني كل شيء عند الناس، أنت معطاءة في الحب، معطاءة في المال، معطاءة في الصحة، معطاءة في الوقت، معطاءة جدا. ولكن كثرة العطاء حبيبتي تجيب التعب وتجيب القلق وتجيب تستنفذ طاقتك وتخليك ناشفة، ولا عندك زيرو، يعني ولا يكون عندك 1% طاقة لك. أوكي، صاحبة هذه القراءة محتاجة أنها تفكر في نفسها، محتاجة أنها تقعد لحالها. وصلتي لمرحلة ما تحبي الضجة، تحبي تقعدي لحالك، أنت محتاجة أنك تدرسي أمورك وتدرسي إيش أنت تحبين تسوين، أنت محتاجة أنك تفتحي قلبك، لأن شكرة القلب عندك مغلقة، ودك إنك تستقري، ودك تفتحين بيت، ودك حتى لو يكون إنسان معتدل، يعني ماديا مو ميسور، مو غني، حتى لو هو ظروفه على قد الحال أنت راضية، المهم إنك تلاقين إنسان محترم. أوكي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمنيتك ستتحقق، أمنية الزواج ستتحقق، ولكن صبرا جميل والله مستعان. 50% منكم اللي اوريدي بيسوي يعني فتح قسمة نصيب وتسير الأمور، هذولا كلهم بإذن الواحد الأحد يتزوجون 2023 بآخر السنة. أما للبعض منكم اللي قاعد يماطل وكذا، فأقول لكم من هنا على البداية 24، أنا بتتأخر بعض الأشهر، لكن زواجك موجود، عندك شخص بيتقدم لك، إنسان رائع جدا.
اوكي اتكلم عن 100% اللي شاهدوا المجموعه رقم واحد. عندكم شخص رائع جدا راح يتقدم لكم، راح تكون صدفه بتجمعكم واستقرار بيجمعكم والفه، يعني بتحسوا بنوع من الانسجام. اوكي في استقرار بينك وبين يعني بينك وبين هذا الشخص، في توافق روحي، في توافق حتى في الشخصية. أحس أنه حتى يمكن يكون أنه دارس، مثقف، متعلم، إنسان صادق وإنسان محترم. أوكي بيجيك عن طريق صدفة تجمعكم، يمكن صدفة الأهل، يمكن صدفة السوشيال ميديا، يمكن ما أعرف أنت بتسوين تنزلي بوست، هو ينزل بوست، تسوين لايك أو تعليق، مش عارفة، يعني في حاجة كده بتجمعكم ببعض. أوكي فالله يتمم أموركم على الخير إن شاء الله يا رب. طيب شوفوا حبايبي، بتمسكون طريق طويلة، الطريق الطويلة هذه طريقة طريق الخير وطريق السعادة وطريق الفرحة، وأنا أتمنى لكم كل الخير والسعادة، والله يتمم لكم أموركم، لأنه عندكم اليسر وميسرة. أوكي حياتكم بتتصلح، المشكلة أنه أنتم عندكم مشكلة في الجانب النفسي، جانب النفسي اللي متعبكم، قاعدين تحسوا نفسكم يعني مضايقين، تحسوا نفسكم أنه تعانون من الفراغ العاطفي، معاناة. يعني انت صراحة مو من الحسد انك تحسدين احد، لكن مشكلتك انك تحسين. سبحان الله، انا لي مشاعر، لي احاسيس، او مسك انا اشوف هذه صديقتي او ربيعتي يعني بعيالها، مستقرة، متزوجة، وانا لا. عندك دموع مخباية في يعني بين في قلبك، اوكي عندك دموع بس حطيتيها في قلبك، مش راضية انك تطلعيها، مش كاتمة عليها، لكن ربي رح ييسرك، ييسر لك امرك ويفرج لك همك باذن الواحد الاحد. اتمنى لك كل الخير، عندك فرحه في بيتكم، عندك فرحتين، فرحه لك وفرحه لواحده من العائله، ما اعرف يمكن تكون اخت، يمكن فرحه حمل، يمكن فرحه زواج، يمكن فرحه نصيب، الله اعلم. لكن اكثر شيء اشوف انه فرحتك راح تكون فرحه عظيمه جدا، فرحه الاستقرار والزواج والارتباط بشريك حياه مناسب زي ما انت تحبين بالمواصفات اللي انت اخترتيها. اكتبي لي تحت التعليق انا صاحبه المجموعه رقم واحد، شاهدت هذا الفيديو، امسك باي تاريخ انت شاهدتي، اكتبي التاريخ وانا، وحطي مواصفات شريك حياتك اللي انت تبين انك تتزوجينه. واكد لك لو استقبلتي الطاقه واستقبلتي كلامي 100% باذن الواحد الاحد تتزوجي من هنا لاخر سنه 2023، وابشرك انه المواصفات اللي انت كتبتيها هي نفسها راح يجيك الشخص بتلك المواصفات بالضبط. اوكي يعني هي استقبال طاقه وبشائر، وانا متاكده انه ترى في كثير في كثير في كثير من التعليقات يعني الطاقة وصلتهم وكاتبين واستقبلوا الطاقة بامتياز. فبسم الله ما شاء الله، كنت أشوف كل البنات اللي دخلوا يسوون لي سكرين ويرسلون لي على الخاص، ومسك أنا كتبت في مثلا قبل 7 شهور، قبل 6 شهور، وأنا فعلا دخل شخص بحياتي بتلك المواصفات وكذا وكذا وكذا. فتستقبلون الطاقة وعسى ربي يغير أقداركم للأحسن ويكتب لكم النصيب الحلو. خلصنا يا بنات قراءة الفنجان رقم واحد، شكرا لكم لأول مرة يشاهد هذا الفيديو، لا تنسى أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، عساكم طيبين يا رب العالمين، طمنوني عليكم يا أصحاب المجموعة رقم 2، خلينا نشوف حالكم وأحوالكم وكل اللي في بالكم إن شاء الله. اللي أول مرة يشاهد هذا الفيديو لا تنسى أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلينا نأخذ القراءة رقم 2 ونشوف حالكم وأحوالكم وما هي الأمنية اللي تريدوا فعلا أنكم أنها تتحقق. أوكي أصحاب المجموعة رقم 2، أمنيتك هي، خلينا نشوف، المال والأمان. إيش معناتها يا أمسك؟ أنا أحلم بالمال والأمان أصحاب المجموعة رقم 2، أريد أن أكون إنسانة غنية أو ميسورة، أو يعني أتزوج بإنسان غني وميسور. صاحبة القراءة رقم 2 عفوا تحلم كذلك بالأمان اللي فاقدته يمكن في طفولتها، أو اللي فاقدته في حياتها، أو إنك عشتي تجارب سيئة بكل صراحة يعني خلت عندك الشكوك وقلة الثقة في الطرف الآخر. أوكي عشتي تجارب ما هي كويسة،
عشتي خيبات أمل، حبيتي شخص وعطيتيه أكثر من اللازم. يمكن للبعض منكم، أنا أتكلم عن البعض منكم، إنه قد صارت علاقة جنسية مع ذاك الشخص اللي حبيتيه في السابق، أو يمكن إنه عشمك بالزواج وتخلى عنك. يعني في نوعا ما خيانة صارت، أو كذب أو تمثيل، فأنت صحيتي على وقع الصدمة وما قدرتي إنك تطلعي من هذا الشيء. قعدتي تحسي نفسك أنا مرتبكة وما صرت إني أعطي الثقة في أحد. يعني قفلت على نفسي فترات طويلة وأنا أتشافى نفسيا، وأنا مش عارفة كيف أطلع من الوحدة اللي أنا فيها. ما أقدر أمد يدي لحد، ما أعرف إيش أسوي. يعني في خيانة، في كذب، في تمثيل. فأنت بصراحة عشتي فترة طويلة وأنت حزينة وصرتي منطوية على نفسك. كنت الإنسانة المبتسمة، الوردة المفتحة كذا الجميلة اللي تطلع ريحة ورد حلوة وريحة عطر جميلة. صرتي كئيبة وتعبانة ومش قادرة إنك تسوين أي شيء. يعني أشوف إنك تعبتي في فترة ما، تعبتي من كثر ما قعدتي تحسي نفسك أنا ما عدت أعطي الثقة في أحد، أنا صرت لحالي أكثر شيء. لكن هذه الانطوائية قاعدة تضيع لي عمري، أو تضيع لي حياتي، قاعدة يعني تضيع علي فرص يمكن إنها جتني وأنا ضيعتها بيدي. أوكي، مشكلتك إنك صرتي تخافي، أو يمكن احتمالية إنه الأشخاص اللي يتقدموا لك صاروا يتكلمون فقط على الأمور الجنسية، وهذا شيء مرة ضايقك، فما عدتي تحسين بالأمان. تبحث صاحبة المجموعة الثانية عن الأمان وعن الصدق وعن الإنسان الطيب اللي خاف الله فيها. أوكي، قعدتي تحسي إنه فعلا الأشخاص اللي متقدمين لك غايتهم طمع، وغايتهم غايتهم طمع جنسي، غايتهم طمع مادي، مش عارفة، في طمع بالموضوع ما عجبني. أوكي، فأنت هنا تدورين على الأمان. يمكن صاحبة القراءة الثانية كذلك، يعني ما عشتي في بيئة آمنة، يمكن أهلك كانوا صعبين، أبوك كان صعب ما حسسك بالأمان، أخوانك كانوا صعبين، أمك كانت قاسية، في نوع من القسوة عشتيها والله أعلم. أوكي، يمكن أنه في تفكك أسري، يمكن أبوك كان مطلق أمك، أو أنت عشتي مع زوجة أب قاسية. يعني في نوعا ما عدم إعطاء الثقة في أحد، صرتي خلاص أنا أمسك، أنا أشك في اللي يقرب لي ويمد لي يده، أنا اللي يمد لي يده أحس إنه هو بيضربني، أنا صرت أشك في اللي حواليا، أنا ما عندي ثقة في أحد، وصرت أشك حتى في نفسي. وصلتي لهذه المرحلة صح؟ المشكلة مش منك حبيبتي، المشكلة من الناس اللي حواليك، هم اللي ما حسسوكي بالأمان، فطبيعي إن تكون عندك ردة فعل كدفاع عن نفسك وحماية قلبك وحماية ذاتك وكيانك. أوكي، ربي رح يعوضك بإنسان صادق وإنسان محترم ويخاف الله فيك ويحبك ويصونك بإذن الواحد الأحد. خلينا أقول لك حاجة ثانية، صاحبة هذه القراءة متعثرة شوي في أمور المال المادية، متعثرة شوي في أمور المادة، يعني يمكن أنه رزقتك ما تقعد عندك، رزقتك غير ثابتة، كل ما عساس أنك أنت مثلا بتسوين شيء لنفسك لعمرك، كمشروع، دراسة، توفيق في العمل، ما تتوفقي، عندك شوية وقف الحال في المال. أوكي، فعلى هذا الأساس أنت بصراحة كأنك تقولي معلش أنا وصلت المرحلة، أنا وصلت المرحلة أني بديت ما أحب أني أتعب، أنا أحب أني أتزوج واحد غني ومحترم وأستقر ماديا معه، أنا ما أحب أني أشتغل، ما أحب أني أتعب. صاحبة المجموعة هذه تقريبا 90% منكم نفس التفكير، يعني أنا أحب أني أتزوج واحد ما أتعب معه، يكون متيسر، ظروفه طيبة، خلاص أنا واصلة الفترة من العمر ما أريد أنه أنا يعني نتعاون مع بعض لا خلاص أبغى واحد يعني يكون متريش كده وظروفه طيبة، عشان أنا عرفتي أنت تحبين زي كذا. المهم إيش بقول لك الآن حبيبتي، اسمعيني جيدا، إن شاء الله بإذن الله أمنيتك ستتحقق، أمنية الارتباط ستتحقق. رح يدخل حياتك شخص عن طريق واسطة، امرأة، أنا أؤكد هذا الشيء، ونسبة 100% منكم ما فيها يعني مؤكدة، ليست بنسب، إنه 100% منكم سيدخل شخص عن طريق امرأة واسطة فاعلة خير،
تبي انك يكون في الستر والحلال الطيب، ويكون في بينكم الزواج والاستقرار. اوكي، الشخص هذا يمكن انت راح ترتاحي. ليش؟ لانه الانسان الثقه هي اللي بتطمنك وبتقولك انه ترى انسان محترم ومن عائله طيبه وما تخافي منه، يمكن تحسسك مبدئيا بنوع من الاطمئنان. لانه صاحبه المجموعه الثانيه هي ما عادت تعطي اي ثقه لاحد. فايش صار هنا؟ اي احد يدخل لحياتك تقول اكيد انه مرسل احد، اكيد انه الشخص هذا يعني ما هو جايني كذا، اكيد انه يبغى شيء، انا صرتي تشكين. لكن لما يجيك الشخص هذا الان عن طريق الواسطه، الامراه المحترمه فاعله الخير اللي تبي لك الستر والحلال الطيب، فرح تحسي مبدئيا بنوع من الامان او بنوع من الراحه النفسيه. اوكي، رح تحاولي انك تفتحي شوي قلبك وتحاولي انك تدخلين في جو الحب والتعارف. ابشرك الشخص اللي بيتقدم لك انسان محترم، ظروفه اقول لك ميسوره، ما هو بغني غني لكن ميسور، ظروفه طيبه، انسان محترم، يملك من المال ما يكفيه من العيش الكريم، انسان محترم، له سياره، شغله بصراحة حكومي أو شغلة يعني في وظيفة يما تكون حكومية أو إدارية زي كذا، يقدر يكون حتى أستاذ معلم زي كذا، شيء بصراحة إنه راتبه حلو يمشي ويعيش ويستر، مش راح يكون غني جدا، بقول لك ميسور أو فوق الميسور. أوكي، الحمد لله لا هو مطلق ولا عنده عيال في السابق ولا هو علاقة سامة أو توكسيك وله إنسان مريض نفسي، بالعكس إنسان محترم ويخاف الله. تمام، أشوف أنه الشخص اللي بيتقدم لك بإذن الله في ظرف الثلاث شهور هذه من تاريخ سماعك لهذه القراءة، اعتبري الثلاث شهور هذه بيتقدم لك الشخص اللي في حياتك. أوكي، يقدر يكون حتى بعد ثلاث أيام، في ظرف 30 يوم، أو في ظرف ثلاث شهور. هذه هي طاقة مفتوحة من تاريخ سماعك لهذه القراءة، احسب ثلاث شهور 90 يوم بالضبط يتقدم لك الشخص هذا. يقدر يقول يعني انا قلت لك بين من 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 تاريخ الاول اللي سمعك القراءه لين 90 يوم، في ذيك الفتره بيتقدم لك الشخص اللي عن طريق واسطه امراه كويسه جدا ومحترمه. ايش تطلبين؟ مهرك موجود. ايش تطلبين انت من طلبات؟ موجوده. انسان محترم، انسان كويس، يخاف الله، اشوف انه ثقيل، بار بوالدينه بصراحة، إذا عشتي قسوة في السابق، إذا كانت عندك أم قاسية، وإذا كانت عندك عائلة قاسية، وإذا كنت تعيشين مع زوجة أب قاسي أو أب متسلط أو إخوان صعبين، أقول لك بتلاقين في هذا الشخص أقوى من المال، أقسم بالله. بتعيشين ميسورة صحيح، لكن بتلاقين في هذا الشخص أقوى من المال، الأمان والصدق في التعامل، وإنسان البار اللي خاف الله. بتلاقين عائلة جيدة جدا، بتسكنين لحالك على العموم، انت بتسكنين لحالك، لكن حماتك بتكون طيبة وأهله بيكونوا طيبين، عنده بنات خوات أكثر من الأولاد، يمكن يكون هو الولد الوحيد أو عنده أخ ثاني فقط، لكن كلهم بنات بيحبونك ويعزونك ويحطونك في عيونهم ويستقبلونك، وانت وإيش تحبين موجودة. تخيلي انت أميرة بتكوني في بيت زوجك وفي بيت حماتك، وتذكري كلامي، انت هنا انحرمتي من بعض الاشياء وربي بيعوضك، على قد الصبر بيجيك العوض، على قد التعب النفسي بيجيكي تجيك البشائر وبتجيكي السعاده، على قد ما صاحبه القراءه هذه متالمه وفيكي تعب وفيكي قلق وفيكي خوف انك ما راح تتزوجي او انك ما راح تلاقين شريك حياتك المناسب، الا وربي راح يطعمك ويكرمك من خيره. تخيلي صاحبة هذه القراءة، صح انك تمرين بظروف صعبة ماديا نفسيا اجتماعيا عاطفيا، يعني بصراحة وضعك متكركب، للبعض منكم حتى يمكن انه بصراحة عندكم اسحار مأكولة، اسحار مشروبة، عندكم مشاكل، يعني عندكم حتى الكثير من بتلاقون شوي صعوبة حتى في الحمل للأمانة. ليش؟ لانه عندكم سحر متراكم هنا على مدار السنوات وما عالجتوه. اوكي، هنا أنا بسوي للبعض منكم للحالات الخاصة ديسكاونت فقط، ما بسوي أنا ديسكاونت، يعني أنا أسوي ديسكاونت في العادة بس فقط للحالات اللي فعلا تستحق أنها تتسوى لها. أوكي، طيب خليني أقول لك شيء يا عمري، هنا دمعتك غالية، جايك الشخص اللي بيمسح لك دموعك
ويطبطب على كتوفك، بيكون سندك من بعد الله. أوكي؟ أنت أهلك للبعض منكم، هنا بتكلم مو بالمجمل، للبعض منكم ما لقيتم سند عائلي، فقدتم سند عائلي في الصغر أو في الطفولة أو في فترة مراهقة أو في فترة اليوم، لكن ربي بيعوضك على ذاك السند، سند كبير، سند عائلي، سند زوجي، سند في استقرارك، وبتجيبين عيال محترمة. يعني بتكون ثمرة حب وزواج ناجح بإذن الله، بتجيبين عيال محترمين. أوكي؟ بقول لك شيء، ما رح تتزوجي من أهلك وناسك، بتتزوجي واحد مختلف عليكي، ويقدر يكون مختلف عليكي حتى في الجنسية، أو في يعني أقول لك في العائلة أصلاً مختلف، ما رح تتزوجي من العائلة، تتزوجي واحد يمكن يكون مختلف عليكي في الجنسية، في العادات والتقاليد، من محافظة أخرى، الله أعلم، لكنه هذا الشخص أنا بقول لك فقط يعني لأنها قراءة عامة، لكن ديتيلز اللي يبي حاجة يتواصل معنا عشان نحجز قراءة الفي أي بي، فيها 10 أنواع التارو، وكرت المغربي، قراءة الكف، وقراءة الفنجان، وفقط هذا هو يعني. أوكي، اللي يحجز الديتيلز أنا أعطيه كل تواريخ بالتفصيل الممل، لكن أنا الآن أتكلم لك هنا على لأنها قراءة عامة، فبقول لك إنك يعني أنا القراءات الخاصة بتكون فيها ديتيلز حق مواصفات الشريك، حتى اسمه، تاريخ زواجك بالضبط، اللي بقول لك عليه بيصير، لكن هنا قراءة عامة، هي طاقة توصلك لكن تبقى قراءة عامة، يعني كل الناس يشاهدونها. بقول لك هنا ربي رح يسعدك ويرزقك. أوكي؟ أنت كريمة وتستاهلي، وأنت طيبة وتستاهلي، وأنت الشكوك اللي أنت كنت عايشة فيها والأوهام اللي أنت عايشة فيها كلها بتروح لما تلاقين الشخص الصحيح. ربي رح يسعدك ورح تحسين بالأمان والمال، الأمان والمال، الأمور المادية بتتيسر، والشخص هذا على فكرة تتزوجي واحد كريما جدا. تخيلوا وش معناتها كريم جدا، يعني لو يكون راتبه 20,000 والله الشطل تبين 20,000 تاخذينهم، كريم جدا. ليش؟ لأنه يحسن تصرفه وتعامله مع أخواته، يحسن تعامله مع أخواته، مع بنات أخواته، الظاهر أنه بس هو اللي مو متزوج يا عمري، هو وبنت أخرى، البقية كلهم متزوجين. فيا رب يكتب لك النصيب الحلو، تتزوجي وأهلك بيوافقون، حتى لو أنه أنا عارفة في نقطة مهمة، أنه تقول لي مثلا أنا أهلي يعني مستحيل انهم ياخذون واحد من مختلف علي جنس في الجنسيه او مختلف علي في العادات والتقاليد، انا بقول لك تساهيل من الله، تساهيل من الله، وربي رح يحطك في الطريق الصحيحه. ونعم اهلك رح يوافقون، لانه مش رح يلاقون شريك حياه مناسب لك ومناسب لعمرك ومحترم جدا، هذا اهم من شيء عندي، محترم جدا. الله يكتب لك الخير والسعاده. كانت هذه القراءة رقم 2 يا بنات، شكرا لكم. تكتبون استقبلت الطاقة بتاريخ كذا كذا كذا، من تاريخ ما شاهدت الفيديو تكتبين انا استقبلت الطاقة، وان شاء الله انا اريد، انا احلم بالمال والسعادة والاستقرار وطاقة الوفرة وطاقة المال وطاقة الزواج. الله يكتب لك الخير والسعادة يا حبيبتي. شكرا لكم يا حبايب القلب، خلصنا قراءة رقم 2 كذلك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وإلى اللقاء في قراءات أخرى إن شاء الله.